في هذه المرحلة لا أتصور بالنسبة لإسرائيل أن تفتح جبهة مع إيران بشكل مباشر على أذرع إيران. نعم، في العراق نعم، في سوريا نعم، وفي لبنان طبعا مثل ما نعرف حزب الله هو الهدف الأكبر. ولكن أن تفتح إسرائيل في هذه المرحلة أو في هذه الحرب القادمة فيما إذا اندلعت تفتح جبهة مع إيران سوف لا تفتح، وعندما لا تفتح فإن إيران أيضا سوف لا ترد ولا تتدخل، إلا إذا رأت أن حزب الله آيل إلى الانهيار. ولكن كيف ستتحرك في هذه الحالة؟ هل تتحرك مثل ما تحركت في شهر نيسان أبريل الماضي؟ فالنتيجة ستكون لا أكثر من تلك النتيجة الهزيلة التي حصلت بوصول سبعة صواريخ فقط إلى الأهداف الإسرائيلية أو إلى مواقع إسرائيلية، ولم تقتل ولا شخصا واحدا.